عبد لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. مساء الخير عليكم أخواني أخواتي متابعين قناتنا لهذا البث المباشر اللي اضطرينا نسويه بسبب إعلان الدجال علي خرمنائي للحج القادم في المملكة العربية السعودية، وأطلق عليه اسم البراءة. البراءة يعني البراءة من سيدنا عمر وعثمان وأبي بكر. هذا الدجال المزق اللي مسمي نفسه علي خرمنائي، متصور بأنه الملائكة والأرض تسجد له، والحمير اللي تتبعه من جماعة علي وياك علي سبب خراب العراق وسبب خراب سوريا واليمن ولبنان. علي خرمنائي هذا المجوسي الصفوي اللي عمره وحياته ما يعرف شنو الإسلام وشنو معنى الإسلام، واللي قدمه مدة 1400 سنة. كل من إجا حط له قعادة فوق راسه يصيح أني ابن رسول الله. ابن رسول الله من مقتدى وعلي خرمنائي وعمر هذا عمار الحكيم، هذول الزبالات اللي طلعون ويقدسون العمامة اللي مصيرها لازم تكون في القمامة. هذا الشعب من 2003 اللي دفع دماء وعشرات الآلاف إذا مو مئات الآلاف من الأرواح والمساكين والمعاقين واللي صار بالصار بالعراق، يطلع لنا علي خرمنائي لتكملة مسيرة دمار بلداننا. واتجاه الأول كان على المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية رغم اختلافي في كثير من الأحيان مع قادتها، ولكن تبقى ويبقى هذا البلد هو قبلة المسلمين، ونتمنى ما يوصلهم اللي صار بالعراق وسوريا ولبنان واليمن. بعض الأخوة من السعوديين بس نتكلم نقول ننتقد تبلش المسبة يعني ما يفرقون عن أولادهم حازم. يا أخوان احنا لا نكره المملكة ولا نكره قادتكم ولا أن شغلة بيكم، بس الحذر واجب. وأنا من سنوات من قلت للأمير محمد بن سلمان لا تستقبل هذول القردة اللي مسمين نفسهم سادة وعمائم، وشفت حضرتك من استقبلت المجرم القاتل مقتدى السطل ابن السطل وفرشت له السجاد الأحمر وفرشت له ما قدمته إله من حسن نية، وحاولت بشتى الطرق كما ادعيت بأنه جمع المذاهب واتحاد الإسلام. يا أخي يا محمد بن سلمان، أولا دولة ما يعرفون الإسلام شنو حتى تجمع المذاهب. دولة ما عندهم شيء اسمه مذهب أو دين، هذولا ما يؤمنون بالدين، هذولا يؤمنون
بالتطرف المذهبي القاتل. هذا المذهب اللي شفت حضرتك وشافوا كل دول العربية والإسلامية شنو اللي صار بالعراق وشنو اللي صار في سوريا واللي صار في لبنان واليمن. هذول الناس ينتقمون من خلال إدخال الجهل والحقد وكل حثالات الزبالات العالم في عقولهم. يعني من تجي أنت تجي تفرش السجاد الأحمر لقاتل الشعب العراقي، هل تتصور بأنه الشعب العراقي راح يغفر في يوم من الأيام هذه الطلعة ونعتبرها زلة، نعتبرها خطأ وجل من لا يخطأ؟ ولكن قلت لك يا سمو الأمير قبل سنوات وجهت رسالة لك باليوتيوب بكثير من الأمور، قلنا لك دولة مو مال احترام، هذولة مال تلزمهم ودق بالأربعة واربعين وما ترحمهم. ليش؟ في مملكتك يوجد خلايا نائمة مثل ما كان عندنا في العراق أهل التقية اللي شفت حضرتك بعد 2003 شلون طلعوا وشالوا التقية وطلع الإجرام وطلع الحقد وطلع كل شيء خايس في بطونهم، طلعت علنا. هنا احنا ما نريد نشوف المملكة العربية السعودية يصير بيها مثل ما صار بينا ولا اي دولة خليجية ولا اي دولة عربية، لان اللي صار بالعراق ما نريد يتكرر في دولة ثانية او في سوريا او في اليمن او لبنان. وتعرف حضرتك يا سمو الأمير وانت اخ، مهما كان اختلافنا فلازم يعني تتقبل النقد او تتقبل النصيحة، لان كنا محتاجين النصيحة مهما وصلنا من درجة علمية او منصب ان كان في الدولة او في اي مكان اخر. نتقبل النصيحة ومرات تكون النصيحة يعني شوية بيها ألم، بس لازم تتقبلها. لا تتقبل دائما المطبلين والمتزلفين والمصلحتية من الناس اللي داير مدارك اللي ما يريدون يسمعوا كلمة أخاف تزعل أو كذا، مثل ما كانوا يعملون مع الرئيس صدام حسين الله يرحمه، من كانوا يزودون معلومات كانت خاطئة ومعلومات كانت فاشلة اللي وصلت دولتنا إلى ما وصل إليه. وكثير من الأمور من قادة العرب ما يتقبلوها، من مثلا مثل العبد المسكين اللي يقرأ بين السطور ويلتقي بصناع القرار ويلتقي بالناس اللي يخططون لمنطقتنا. اعتبرني اللي تعتبره، بس النصيحة حلوة. ومهما كبر الشأن ومهما كتب كبر المنصب تبقى النصيحة حلوة، واحنا بهذا العمر نتقبل الانتقاد، نتقبل النصيحة، ما نتقبل السب والشتم لأن هذه مو صفة. بس لما نشوف أحد قلبه علينا أو على بلدنا، لا بالتأكيد راح نتقبله، نحترمه، حتى لو كان منتقد لنا أو منتقد إلى سياسة معينة أو إلى خطأ معين، نسمع له حتى نطور نفسنا من خلال هذا، حتى لو كان أصغر من عمرنا أو في عمرنا أو أكبر من عندنا. تجارب الحياة ما تنقاس يا سمو الأمير بالعمر. كثير من الناس عمره 80-90 سنة بس عقله عقل طفل. كثير من الناس يقول لك أنا صاحب تجربة وبأول تجربة يغرق. فيا سمو الأمير افتح عينك، وإذا كان موسم الحج عندك 100,000 شرطي خلي 200,000، وإذا كان عندك 50,000 عسكري يحمي الكعبة والحجاج سويهم 100,000، لأن هذا موسم الحج القادم راح تصير بيه عمليات
ما نقول إرهابية بس أكثر، حسب دعوات هذا الخرف ابن الخرف علي خارمنائي. ونتمنى من حضرتك يا سمو الأمير باسمك عراقي، ما أتكلم باسم العراقيين لأن ما لي حق أن أتكلم باسم أي شخص، ما طول أنا ما مخول ولا لي منصب في دولة أو كذا، بس كعراقي أتمنى من حضرتك بأنه ما تستقبل أحد من دولة أهل القاعدات السود أو البيض أو شيوخ العار والدولار، بأنه تنتبه على بلدك. ما نقول لك ادعمنا، وما نقول لك الطينة، وما نقول لك مقاومة، وما نقول لك كذا، نقول لك دير بالك على بلدك. المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة للمسلمين وليس للسعودية، وإذا صار خطر عليها فهذا راح يأم على المنطقة كلها. وإذا صار لا سامح الله شيء في موسم الحج، ما لها ذنب الحجاج الشيوخ والأطفال أو المساكين يروحون ضحية لأقزام وقردة ما يسمى بالمذهب الجعفري. هذا المذهب اللي شفته حضرتك من 2003 شنو اللي سوى بالعراق؟ قتل، سرق، نهب، اغتصاب، تقية، كل مخازي وكل فجور العالم حصل به. بعض الإخوة في السعودية يقولون احنا رجال واحنا كذا والنعم من عندكم، ما حد يزايد عليكم بس الحذر واجب. صحيح انتوا عندكم أسلحة، عندكم هذا، بس لازم تكونون حذرين، حذرين من قذارة إيران وأذنابها والخلايا النائمة اللي متواجدين في السعودية. من أقول خلايا نائمة أنا متأكد من كلامي، مثل ما قلت لحضرتك يوجد أمر، وأنا في بريطانيا وعندي علاقات، يوجد أمر لتفتيت المملكة. أن أخذت كلامي على محمل الجد أو ما أخذت، هذا أمر يخص بيك، أنا اللي علي أوصل لك إياه. لا تملقا ولا محتاج الدزلي مليونين وثلاثة وعشرة أو حتى مية، ما محتاج كل شيء منه غير سلامتك يا سمو الأمير. دير بالك على شعبك. اسمع النصيحة من أخ لك أكبر منك، يعني إذا ما يجمعنا الوطن فتجمعنا الديانة، تجمعنا الأخوة، تبقون جار عزيز. وأنتوا شفتوا حضراتكم للأسف ساهمتوا في دعم قتلة الشعب العراقي، قتلت من دمر العراق، قتلت اللي سووا اللي ما سووه في شعبك العراقي. هذا شعب ما يعني ينسلخ إن كان قوميا أو دينيا عن المملكة. احنا أخوة في الدين، أخوة في الدم، أخوة في اللغة. فيا ريت يا سمو الأمير محمد بن سلمان تبتعد نهائيا عن استضافة قتلة الشعب العراقي، من مواطن عراقي مغترب صار له 33 سنة ما عنده بلد وما يقدر يرجع إلى بلده. فهل أنت يا سمو الأمير مستعد تشوف شعبك السعودي أو من يواليك مهجر خارج بلدك، وتشوف أمثال الحوثيين وميليشيات العراق واللي يسمون نفسهم جماعة الحسين وما حسين يضعون رايات الشرك فوق مكة المكرمة، يروحون إلى البقيع اللي هو أساس هذه المشكلة، ويطلع لك مقتدى السطل ابن السطل اللي استضافيته حضرتك وفرشت له السجاد الأحمر وأعطيته الهدايا وزودت بما يريد لقتل الشعب العراقي. شفت شلون طلعت أنياب الخايسة لما أسس التيار الوطني الشيعي، حط الشيعي لازم بيه. هنا أنا لما أنت حضرتك تشوف واحد متطرف مثل هذا، وي داعي
بعيد الغدير، يريد يعلن عيد الغدير مناسبة وطنية في العراق. طيب إذا أنا ما مآمن أصلا بهذا العيد أو هذا المذهب، فإحنا هم نريد عيد السقيفة، يعني مقارنة بهم إحنا عيد السقيفة نريدها. تنصيب سيدنا عمر، عثمان، أبو بكر، نسوي لهم احتفال مثل ما هم يريدون، احنا هم نريد. انا مو متدين بس اريد مثل ما هم يسوون احنا نسوي. فيا سمو الامير، هذه رسالة لك، ارجو من عندك في موسم الحج الضاعف الاجهزة الامنية والعسكرية والمخابراتية، لأن أكو شر جاي على المملكة العربية السعودية، والله يبعدكم وشعبكم من أي شر جايكم. أكو مسألة ثانية، هذا بريطانيا حشاكم اللي خايسة اللي عايش بيها، قاعد تحفر أمور راح تسوي مصيبة بالعالم، كارثة بالعالم. بعد إصدار روسيا بأمر اغتيال أو حجز زيلينسكي رئيس أوكرانيا، قامت بريطانيا من يومين أو ثلاثة لحد الآن بتهيئة الجيش البريطاني وإخراج الصواريخ النووية وتوجيهها إلى موسكو. هذا الغبي ابن الغبي مستر كاري بهارات اللي هو رئيس وزراء بريطانيا، اللي خسف الأرض ببريطانيا وخلاها تعلن إفلاسها. شباب بدون زحمة عليكم لايكات وشير، تبليغات دا تجي. هذا مستر كاري بهارات دمر الاقتصاد البريطاني ودمر كل شيء كان جميل في هذا البلد لأسباب سياسية وقدرة وهندوسية. يعني خلينا نكون واقعيين، هذا الشخص هندوسي حاله حال ولد محازم في العراق. أعلن حربه هو وحزبه على كل مسلم موجود ومتواجد في بريطانيا بتهييج التطرف الديني والرايت وينج يسموهم المتطرفين هنا، ودعم قنوات تلفزيوناتهم وأحزابهم بالموارد المالية أو الإعلامية. ولهذا حذاري اللي راح يصير في الأيام أو الأسابيع القادمة، بريطانيا راح تسوي شغلة مع ألمانيا وفرنسا يمكن بيها تكون الحرب العالمية الثالثة، والله يكفينا شرهم وشر حروبهم. مثل ما دمروا بلداننا يدمرون بلدانهم هسه، واندارت الدائرة عليهم. تحياتي لكم وأشكر كل من شارك معانا في هذا البث اللي سويته على السريع، لأن جبت أولادي ليلعبون هنا وجو حلو. نبقى مستمرين، نبقى معاكم، ونشكر كل من اللي يسوي لايك وسوي شير للفيديو مالتنا. نهجي القناة تغير، ما لنا شغلة بعد بأي زبالات من زبالات هذول اللي قاعدين لأجل الدولار ولأجل جعل القصص وحصاد المال من اليوتيوب أو غير مكانات. خليهم ينعون، خليهم يعوون، خليهم اللي سووا يسووا. نهجنا باقي مستمر في كشف فضائح ما يسمى بجماعة علي وياك علي وجماعة ولد محازم اللي دمروا العراق، ونبقى نفضح كل من ساهم ويساهم بتدمير العراق وشعبه وتدمير منطقتنا، إن كان في السعودية أو الإمارات أو الكويت أو البحرين أو مصر أو ليبيا أو أي دولة عربية مسلمة تريد تعيش. لازم نفضحهم، وإن شاء الله معاكم احنا مستمرين، وإن شاء الله معاكم احنا ما راح نسد حلقنا ولو ليوم واحد إلا فيما الله راد يأخذ أمانته. إن شاء الله حتى الروح ماتي راح تلحقهم.
أقسم بالله ما أجوز منهم هذول اللي دمروا بلداننا ولو ليوم واحد. تحياتي لكم والعوائلكم الكريمة، وإن شاء الله نشوفكم يوم الأحد في بث مباشر. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.